قبل عدة أيام احتفلت المغنية الأسبانية روزالية بعيد ميلادها في باريس بحضور عدد كبير من الفنانين مثل كايلي جينر وجاك موس وغيرهم. والمثير للاهتمام أن المعجبين انتبهوا إلى وجود فريد الكارنو في عيد الميلاد، ومن هنا اشتبه المعجبين فإن ليسا كانت متواجدة هناك أيضا مع حبيبها، نظرا لأنه لا توجد أي علاقة صداقة تجمع روزالية مع فريد الكارنو، ولكنها مقربة جدا من ليسا. ولتأكيد تلك الأخبار انتشر مقطع لفتاة تشبه ليسا إلى حد كبير مع فريد الكارنو في عيد الميلاد، ويعتقد بعض المعجبين أن ليسا قررت عدم الدخول من الباب الأمامي حتى تتجنب لفت الأنظار والاختباء من المصورين. فما رأيك أنت، وهل تعتقد حقا أن تلك الفتاة هي ليسا أم لا؟ وعلى الناحية الأخرى، قبل يوم واحد فقط شاركت ليسا منشور جديد لحركة رأس مثيرة مشابهة تماما لمقدمة أداها الفردي في مهرجان كوتشيلا، وكانت تلك المقاطع هي بروفة لما وراء كواليس تدريبها على الأداء في الملهى اللالي كريزي هورس. وفي أحد المقاطع يظهر خيال ليسا في مساحة زرقاء كبيرة وهي ترتدي ملابس مثيرة توضح تفاصيل جسمها بالكامل، لدرجة أن بعض المعجبين قالوا يبدو أنها ستؤدي بالفعل عارية كما قالت الإشاعات. وبحسب ما قالته المدير العام للملهى الليلي أن ليسا هي من ستختار ملابسها، ولهذا على ما يبدو أن ليسا كانت ترتدي في البروفة ملابس سوداء ضيقة جدا. وكما يعلم الجميع من المفترض أن تؤدي ليسا اليوم والعرض لا في الملهى الليلي كريزي هورس. وعلى الناحية الأخرى، وسط إشاعات تركي جيني وجيسو وكالة واجي وإنشاء وكالة فردية خاصة بهما، انتشرت اليوم أخبار جديدة من قناة الإم بي سي الكورية تعلن فجأة عن بعض التفاصيل من ألبوم جيني الفردي الأول، ولكن تلك التفاصيل لم يتم الكشف عنها بالكامل بعد. ويقال أن جيني انتهت من تصوير الإم في الفردي لها خلال جولة بلاك بينك العالمية في أمريكا الشمالية في شهر أغسطس الماضي، وكان هناك بالفعل عدد كبير من موظفين واجي حاضرين مع المجموعة هناك. فما رأيك أنت في تلك الأخبار؟ ولا تنسى الاشتراك في القناة من أجل معرفة المزيد عن أخبار بلاك بينك.